بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا مع يوسف عليه السلام، مع الكريم ابن الكريم. تكلمنا في الحلقة الماضية أن يوسف عليه السلام بدأ في تأويل الرؤيا. اليوم حينما سمع الملك بهذا التأويل وأعجب به، قال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. لقد أعجب الملك بتعبير يوسف لرؤياه، فأمر بإخراجه من السجن وإحضاره إليه لما علم من علمه وفضله. فلما جاء الرسول إلى يوسف عليه السلام يستدعيه إلى الملك، قال يوسف ارجع إلى ربك إلى الملك وقل له واسأله ما شأنه. فأراد يوسف عليه السلام أن الآن في تعبير الرؤيا أعطاهم الحل وبين لهم كيف يتقون فترة المجاعة القادمة. لكن حينما كان الأمر الآن متعلق بيوسف عليه السلام وبسمعته وبما اتهم به، فيوسف عليه السلام قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. ثم بعد ذلك قال الملك ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وهي تعلم وكان زوجها يعلم، إلا كما قلنا بعد أن شاء الله سبحانه وتعالى وحكمته أن يوسف عليه السلام أن يقضي في السجن بضع سنين. والبضع في اللغة يقال أنه ما بين 3 سنوات إلى 9 سنوات قضاها يوسف عليه السلام في هذا السجن. ثم بعد ذلك حينما اعترفوا وخرج يوسف عليه السلام خرج بريئا، فما كان من الملك. قال الله سبحانه وتعالى ذلك ليعلم، قالت امرأة العزيز ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ثم بعد ذلك حينما قربه الملك طلب يوسف عليه السلام وقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. بعد أن طلب الملك وقال ائتوني به أستخلصه لنفسي. ثم بعد ذلك يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض، وهذا فيه جواز أيضا إلى أن الإنسان الذي يجد في نفسه يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والإخلاص وغيره، فأنه لا بأس أن يقدم نفسه، مع أن الغالب في هذه الأمور أن يتم تقديم الإنسان من قبل الآخرين. لكن نبي الله عليه السلام قدم نفسه وقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهنا القرآن يذكر صفتين من صفات القيادة ومن صفات المسؤولية، وهما الحفظ والعلم. إني حفيظ الجانب الأخلاقي، والعليم هو الجانب المهني، أي أنه ذو كفاءة في علمه وذو كفاءة في أخلاقه. فقال الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين. وبدأ يوسف عليه السلام يعمل مع الملك في وزارته، وأصبح يوسف عليه السلام وزيرا ورفع شأنه بعد أن تم اتهامه وتم سجنه. لهذا الله عز وجل مكن له وبين
حقيقته للناس وأنه ليس كما كان يقال عنه عليه السلام. ثم بعد ذلك أصبح يوسف وزيرا، وأصبحت كل المدن وكل الأقاليم التي حوله أصبحوا يأتون إليهم ليتزودوا بالطعام، لأنه حدثت مجاعة في ذلك الزمان، وكان يوسف هو سيد هؤلاء الناس، وأصبح هو الذي يطعمهم، وأصبح هو المشرف على إطعام الناس سواء كانوا في مدينته أو في دولته أو في الدول والمدن المجاورة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. لازال يتكرر تتكرر التعليلات، لأنه كان من المحسنين. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وهنا ربط بين الأجرين، فأجر الدنيا لا يضيع أجر الآخرة. ثم القرآن بعد ذلك يبين لنا أن يوسف كيف أصبح هو الملك، كيف أصبح هو الوزير الذي لا ترد له كلمة، وأصبح يوسف عليه السلام جزءا من الحكومة في تلك المرحلة. وهذا أيضا فيه دليل على أن الإنسان الصالح إذا دخل حتى في حكومة ليست لا تؤمن بدينه ولا بعقيدته، فيجوز له أن يدخل فيها إذا كان يستطيع الإصلاح. لهذا دخل يوسف عليه السلام وبدأ في الإصلاح، وكان الملك وقومه كفارا، كما قال مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل فما زلتم في شك مما جاءكم به. ومع ذلك لم يترك يوسف عليه السلام جهدا، ولم يفرق بين الناس بسبب دينهم ولا بسبب عرقهم ولا بسبب لونهم، وإنما أطعم الجميع، وقف مع الجميع، كان رحمة للجميع. وهذا فيه مثال وفيه قدوة بأن الإنسان المؤمن كالغيث، أينما وقع نفع، وهذا ما فعله نبي الله يوسف عليه السلام. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يبين لنا مشهدا آخر. الآن بدأ يوسف، بدأ الاعتبار، رد الاعتبار للمتهم، رد الاعتبار لمن اتهم ظلما وزورا وبهتانا. فبدأت بعد أن رد إليه اعتباره ورد إليه اسمه عليه السلام في قضية اتهامه بالسجن، وخرج بريئا، واعترفت النسوة، واعترفت امرأة العزيز، وجعل ليوسف عليه السلام مكانة في الدولة. بعد ذلك أيضا أراد الله سبحانه وتعالى أن يقتص لنبيه يوسف عليه السلام. فجاءت المرحلة الأخرى، جاء إخوته ليبين الله لهم وليكشف بعد ذلك ما كانوا عليه من انحراف وما كانوا عليه من تآمر. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فأخذ أخاه رهينة، ثم بعد ذلك حتى تكون هذه الحيلة حتى يأتوا بعد ذلك من جديد، قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. أرسل معنا أخانا بنيامين، لأنه كان شقيقا ليوسف عليه السلام، وهم الذين حسدوه كما حسدوا يوسف من قبل، إلا أن كان الحسد ليوسف عليه السلام كان أشد. وحينما فرقوا بينهم يوسف أقام
يوسف عليه السلام جعل طلب منهم ألا يوفيهم من الكيل حتى يأتوا بأخيه بنيامين. ثم بعد ذلك جاءوا إلى أبيهم، قال يعقوب عليه السلام: وهل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهذا فيه دليل أيضا على أن يعقوب عليه السلام لم يكن يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لكان يعلم ما حل بيوسف، ولو كان يعلم الغيب لكان يعلم أن ما قام به أبناؤه من أنهم يريدون بنيامين، فيعقوب ظن بهم كما ظن بهم في السابق، مع أن الموقفين مختلفين. الموقف الأول كان هناك إصرار على الجريمة، لكن في الموقف الثاني كان الغرض منهم كما قال يوسف عليه السلام وكانوا صادقين. لكن فهذا يعطينا دليل على أن هذا نبي من أنبياء الله لم يكن يعلم الغيب، وإنما كان تقديرا منه وتخمينا منه، إلا أنه بعد ذلك أعطاهم إياه وقال اذهب معهم، وقال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ثم بعد ذلك أخذ عليهم موثقا من الله أن يأتوا إليه به، وما أغني عنكم من الله شيئا، نصحهم عليه السلام وقال لهم، قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ودخلوا من حيث أمرهم أبوهم. وقيل أن يوسف على أن يعقوب خاف على أبنائه من العين، والعين كما جاءت في نصوص كثيرة أنها حق، ودخلوا على يوسف عليه السلام. ثم بعد ذلك فحينما دخلوا عليه، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بعد ذلك لما دخلوا عليه آوى إليه أخاه وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، آوى إليه بنيامين. ثم بعد ذلك قص عليه القصة، فلما أرادوا أن يذهبوا وأعطاهم يوسف عليه السلام أعطاهم ما يريدون وأعطاهم من الزاد، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، اتفق على حيلة هو وبنيامين، وجعل صواع الملك جعله في رحالهم. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وكانت هذه الحيلة من يوسف باتفاق مع أخيه حتى يكون ويصبح معهم ويكون في كنفه إلى أن يذهبوا إلى أبيهم. ثم بعد ذلك رجعوا إلى أبيهم وقد استنكروا وكانوا في هذه صادقين، قالوا تالله ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، وكانوا هنا صادقين في قولهم. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، وقد عاملهم بشريعة بما كان عليه شريعة يعقوب. فأخذ أخاه عليه السلام بنيامين فبدأ بأوعيتهم ثم بوعاء بنيامين عليه السلام، ثم أخرج هذا الصواع من بنيامين. ثم بعد ذلك أمرهم ألا يعطيهم حتى يأتوا حتى يذهبوا إلى أبيهم. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذا المشهد ومن هذا المقطع،
وهو أن يوسف عليه السلام هنا استأثر بأخيه ثم ولى إخوته إلى أبيهم، وإلى لقاء في الحلقة القادمة بعون الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.